شكر إليك ولكل المستمعين والمشاهدين ولكل أبناء شعبنا إنما تواجدوا. أهلا وسهلا بك، وصباح العطاء المتواصل دائما وأبدا. يعني نحن سعداء جدا بصراحة بهذا الكم الرائع من الحملات الإغاثية المساعدة والمؤازرة والمساندة لأهلنا في قطاع غزة. اليوم نتحدث عن حملة أغيث غزة تحت شعار عبوة زيت من كل بيت، وهنالك بالتأكيد تفاصيل لهذه الحملة التي كانت قد انطلقت يوم أمس. حدثنا أكثر دكتور عن تفاصيلها. يعني أولا نحن منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة بادرت الإغاثة الزراعية لإطلاق حملة أغيث غزة 3، المقصود فيها أن هذه هي الحملة الثالثة في خلال 10 سنوات أو في 3 حروب الأخيرة على قطاع غزة. هذه الحملة هذا العام تحمل طابع آخر في من الحملات السابقة، ولكن يعني هذه الحملة بدأناها منذ أيام العدوان الأولى على قطاع غزة، حيث بادرت الإغاثة الزراعية في الأيام الأولى بتوفير الوجبات الساخنة للعائلات المتضررة والنازحة إلى مراكز اللجوء، وذلك من خلال الجمعيات النسوية والتجمعات النسوية في قطاع غزة والتي تعمل معها أو التابعة للإغاثة الزراعية، وهذه كانت بتمويل ذاتي أو من المتبرعين. ومن ثم الحملة كبرت لتشمل عدة جوانب. واحد من هذه الجوانب اللي هي عبوة زيت من كل بيت، واللي احنا بالامس اطلقناها بمحافظة طول كرم، بدأنا فيها من بلدة كفر اللبد للكفريات كفر صور وكفر جمال وكفر عبوش. في الايام اليوم وفي الايام القريبة القادمة سنكمل الإعلان عنها في كافة تقريبا في كافة قرى محافظة طول كرم. وللتبرع بعبوة زيت من كل بيت، هذه العبوة هي عبارة عن تنكة تسع إلى 30 لتر زيت، هي طبعا مغلفة مع ليبل، مع ممكن أن تحمل اسم المتبرع، ممكن تحمل اسم البلد اللي تبرع منها، ونحن سنكون بدورنا بإيصالها لقطاع غزة. الحملة أيضا تشمل طرد غذائي معين، يعني إحنا يعني استطعنا من خلال هذا الطرد الغذائي يعني اختيار بعض الأنواع توجد في الطرد الغذائي. تكلفة الطرد الغذائي حوالي 280 شيكل في مجموعة كبيرة من الأصناف التي تسد حاجة أي عائلة، سواء كانت يعني أي عائلة متضررة أو غير متضررة. نعم. وهناك التبرع الثالث وهو التبرع المادي، وهذا التبرع المادي هو إحنا قمنا بطرح عطاءات في نفس قطاع غزة لشراء المياه والمواد التموينية. وإحنا بدورنا إحنا بنوصل الأموال هذه اللي هي من خلال فرعنا في قطاع غزة، واحنا طرحنا عطاءات ونقوم بشراء بهذه الأموال. هذه الأموال التبرعات المادية ستساعدنا بشغلتين، بشراء المواد التموينية والمياه، وأيضا بعمليات النقل من الضفة الغربية لقطاع غزة. نعم، يعني واضح جدا أن كافة الأمور والآليات حتى في إيصالها مرتبة وفيها جهوزية. طب يعني هل هنالك اتصال وتواصل ما بينكم بين أيضا المؤسسات في غزة هاشم حتى يتسنى وصول هذه المساعدات للعائلات التي بالتأكيد تستحق، وكي تستفيد بشكل مرجو الفائدة من هذه الحملات؟ نعم، احنا يعني بطبيعتنا بننسق، واحنا دائما مع كافة المؤسسات ذات العلاقة، وإلنا احنا فرع كبير في قطاع غزة للإغاثة الزراعية، وهذا فرعنا احنا بيكون بكل العمليات اللي لازمة، سواء كانت في استقبال التموين أو في شراء التموينات اللازمة من خلال الأموال اللي احنا بنحولها لمكتبنا في قطاع غزة من التبرعات. أنا يعني دعيني أنوه أنه هناك أيضا تبرعات من 48 من أهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل، الذي دائما هم يكونوا أول المبادرين لمثل هذه التبرعات. هناك تواصل كبير، لنا مجموعة من النقاط في داخل الفلسطيني المحتل يكون بتبرع سخي
في هذا الموضوع، سواء كانت بالأموال أو بالمواد التموينية التي حددناها وإياهم، يعني ما هي المواد التموينية اللازمة لهذا الموضوع. ولكن احنا بنحبذ أن تكون هذه عن طريق أموال حتى لا نقع في مطب المنتوجات الإسرائيلية، يعني حتى لا يكون معنا بالطرد منتوجات إسرائيلية. احنا نركز على أنه شراء منتوجات من الصناعات المحلية. لهذا السبب طرحنا احنا عطاء في قطاع غزة حتى نشتري من قطاعنا غزة نفسه. نعم. المياه من قطاع غزة حتى نشتري من قطاع غزة، التمواد التموينية من قطاع غزة، إلا الأشياء اللي احنا نستطيع أن نجمعها في الضفة الغربية بنرسلها من خلال شركات طبعا، وليس من خلال تنسيق مع أي حد، من خلال شركات موجودة هون هي بتوصلها لقطاع غزة، لأنه يعني احنا بنرفض عملية التنسيق على المعابر مع الإسرائيليين. نعم نعم، وبالتأكيد نحن نروه أن هل الحملة لا تزال مستمرة دكتور عاهد لمن يود المشاركة مثلا من السادة المستمعين وأيضا المشاهدين كي يكون أيضا هو مؤازرا لأهلنا في غزة، وآلية الاتصال والتواصل معكم؟ نعم، أولا يعني أنا بوجه الشكر لكل هؤلاء الناس المتبرعين، واللي إحنا يعني إحنا ما بنتفاجأ بكرم شعبنا. إحنا الإشي اللي قاعد بيصير إشي كثير رائع ومفرح ومبهر، في إقبال كبير على 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 التبرع. إذا يعني الناس عم تتبرع بسخاء كبير، هذا يعني لسان حالهم، هذا أقل ما ممكن أن نقدمه لإخواننا في قطاع غزة على التضحيات الكبيرة التي قدموها، والتي يعني استطاعوا في هذه الفترة الأخيرة أن يعيدوا إلى حد ما الكرامة لنفوس ولنفوس أبناء شعبنا الفلسطيني. التبرع ما زال مستمرا. إحنا أعلننا في 4 قرى، سنعلن في القريب العاجل في كافة القرى تقريبا الموجودة في محافظة طول كرم. التبرع مستمر، يمكن التواصل معنا من خلال كل وسائل الاتصال، سواء كان هاتفيا أو سواء كان، وإحنا بدورنا بنوصل إحنا التنكات بنوفرها التنك. نعم. بنوفره إحنا ممكن إحنا يمكن التواصل معنا هاتفيا، يمكن التواصل معنا خلال مكتبنا في محافظة طول كرم أو في أي مكتب في بالضفة الغربية، أو ممكن التواصل معنا كمان عن طريق التواصل الاجتماعي. يعني أنا يعني كافة الطرق والوسائل متاحة. نعم، يعني أنا الصبح شفت على الـ على الـ على الماسنجر أكثر من رسالة، حدا بده يتبرع وبكميات. يعني هذا شيء كثير مفرح وشيء كثير إنه إحنا شعب واحد، إحنا في قطاع غزة. كل الاحترام لكل الناس، ويستطيعوا أن يتبرعوا إما بالزيت وإما بالمال وإما بالطرود الغذائية. نعم نعم. وحتى إحنا بنحكي لهم يعني هذه من تنوية، اللي ما عنده زيت وحابب اللي يشتري من بلد. نعم، يعني يبدو أن نفقد الصوت مرة أخرى، إن أمكن أن تعيد لنا دكتور. من لا يمتلك الزيت ويود التبرع تود أن توصل رسالة، المجال مفتوح بأي شيء، صحيح؟ المجال مفتوح بأي شيء، ويستطيع أن يشتري الزيت من بلده ويتبرع فيه. يعني ما أفرح حق الزيت 70 شيكل، هو بيشتري بال70 شيكل من بلده، من عنده، من مزارع آخر، ويتبرع فيه. نعم، كل الاحترام والتقدير لكم ولجهودكم المبذولة بالتأكيد في سبيل دائما وأبدا تجسيد مثال أننا وطن واحد، ألم واحد وجرح واحد، وبالتأكيد مساندة واحدة مع بعضنا البعض. أشكرك جزيل الشكر دكتور عاهد زنبيط، مدير الإغاثة الزراعية في الشمال. شكرا جزيلا لك، ونواصل مع حضراتكم في مشوارنا.